بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. اليوم زيارتنا زيارة مختلفة، زيارة إلى علم من أعلام الفن التشكيلي في المملكة العربية السعودية. من هو هذا العلم؟ ومن هو هذا الفنان؟ ومن هو هذا الرائد في الفن التشكيلي؟ هذا الفنان المبدع، هذا محترف جميل جدا، وهذا عمل للتو بدأ فيه. هكذا هي بعض الإضاءات للفنان هشام بن جابي. تاريخ يكتب بماء الذهب، مع الملك فيصل، مع الملك سلمان حفظهم الله، وهنا مع الملك خالد، وهنا مع الملك فهد، وهنا مع الشيخ زايد، وهنا مع الملك عبد الله حفظه الله. أستاذنا العزيز، هلا، فناننا الجميل، يا أهلا وسهلا أبو أحمد، الله يبارك فيك. تاريخ الفن في المملكة تاريخ عريق وجميل جدا. إذا جينا نتكلم عن تاريخ الفن لابد أن نتذكر بعض الملامح في البدايات. وأنا لمحت صورة هنا وأنت تقول عمرك حينها كان 15 سنة. صحيح. والله يعطيك طول العمر إن شاء الله. الله في هذه البدايات كيف كانت تجربة الفن التشكيلي في المملكة؟ بصراحة؟ نعم، كانت مأساوية. نعم بصراحة. ليش؟ إحنا حاربونا باسم الدين. المطاوع يخشوا يقطعوا اللوحة، يمزعوها بالسكينة كده بالموس يشيطونها، ونحن يعني طبعا نتألم ونحترق، ولكن كنت أقول لهم أنا أرسم غيرها، اللي سواها يسوي غيرها. فتعبنا معاهم، ولكن الحمد لله اليوم صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان، رؤية 2030 تعتمد على الثقافة والفن، والفنانين عايشين العصر الذهبي لهم، يرسمون ويروحون ويجون ويقتني منهم مسك في الرياض، ومعارض في الرياض، ومعارض في مناطق مختلفة من المملكة. الفن ما له حدود، والفن لا يمكن أن يقيد. الفن رسالة سماوية عالية تشبه رسائل الأنبياء من جد، فيها مختلفة. أنا طبعا فنان واقعي، وأميل إلى الواقع، إلى الأعمال الفنية الواقعية، ولكني أتذوق المدارس الحديثة. هذا الأستاذ خالد اسمه، رئيس جمعية جسفت في مكة. خالد ما يحضرني الاسم الآن. وهذه مريم بفلح، وهذه أي وهذا أنا لوحة مش منتهية، هذه على أيام ليوناردو دافنشي. لا، هذا جنب أزير وجنب طيب أنا يعني أعرف أن الأستاذ هشام بن جابي أبو أحمد دائما إذا حضر معرض من المعارض التشكيلية إلا ويقتني بعض الأعمال لدعم الحركة التشكيلية ودعم الفنانين. هل هذا كان من باب حفظ ثروة للمستقبل، أو من باب لا دعم؟ من باب حب ودعم للفنانين. أنا عندي 3000 لوحة في البيت الثاني المقفل، من كم مستودع حاططها ومقفل عليها، بعضها هنا وبعضها هناك. فأنا ما أقتني بهدف الاستثمار. أول شيء عندي الإنسان، أنا أحب عبد العظيم، أقتني من عبد العظيم. أحب أدور اللوحات التي فيها إحساس وفيها مشاعر. والله شفت لك أعمال يا عبد العظيم، يعني على سيرة الأعمال،
جميلة جدا، الرؤية والشكل والسلام، وما أدراك ما السلام في أعمالك، هو في حد ذاته سلام السلام. فالحمد لله يعني. فأنا أقتني هذه من طالباتي اسمها فوزية الصاعدة، دخل الخشب ودخل الأشياء زي كذا، هذه فوزية الصاعدة البوابات. هذه كلها لوحات مقتنعة؟ هذه هند زوجتي، يعني مش هي، هي رسمها هذه. رسمها هذه. أيوه هي. هذه هند. فأقتني أشياء صغيرة، وهذه فوزية. هذه فوزية. ولوحات مختلفة، يعني عندي فنانين وعندي. هذه شخصية معروفة ولا؟ أيوه هذه شخصية اسمها إيه كاتب؟ اسمها إيه مهند؟ أمل كاتب. أيوه. جاتني هنا وفي هذا المكان، قالت لي ارسمني، قلت لها تصبر علي، قالت لي اصبر عليك، طلعت جنب الباب اللي ورا برا ورسمتها. جميل جميل. اكريليك على فكره، يعني من التجارب الجميله الحقيقه. يعني وانت مشهود لك برسم البورتريه والرسم الواقعي والرسم الكلاسيكي الى حد ما، الحمد لله رب العالمين. عندي لوحات لواحد اسمه سامي الجفري، هذه عندي، حنان الحربي، ايوه، وهاجر، نعم. عندي فنانين وفنانات يجوني هنا يدرسوا عندي يتعلموا، اقوم اعرضهم اعمالهم، يعني باب الدعم اللي سووه. هذه هي صوره مع الملك، مع الامير خالد الفيصل، تكريم كان على مستوى مناطق المملكة كلها. طيب أبو أحمد، أكيد في مواقف معينة مرت عليك في حياتك، والحياة مليئة بالمواقف، لكن في مواقف دائما تذكر في الذاكرة موجودة، أحيانا نسجلها، أحيانا نكتبها، وأحيانا نحتفظ فيها ليوما ما. وش الذاكرة اللي تحفظها إلى موقف من مواقف الحياة في الفن التشكيلي، سواء داخل المملكة أو خارج المملكة أو داخل مرسمك؟ لابد أن أنا الحقيقة غيور على فن المملكة العربية السعودية كشباب وكرجال من أيام الدنيا دنيا. أنا تعبت في حياتي في لملمة أجزائي وأطرافي وقناعتي بالفن كرسالة وكحب وكشغف، فقابلت مواقف عديدة، منها السالب ومنها الموجب. والفن خلاني أتعاطى الخامات بجدية، برغم أنه أنا تعبت في حياتي، وكانوا الناس أصحاب النفوس الضعيفة يقولوا هذا ما يرسم، هذا في أحد يرسم له؟ أنا عايش في مكاني أرسم، معقولة في أحد يرسم لك 50 سنة؟ أنا قاعد أرسم وأتعاطى. يعني الآن عندي لوحة الآن اللي برا هذه لسه ما خلصت. أحب الفن وأعشق العلاقة بيني وبين الفن، وأعشق الناس النظيفة الصافية الراقية. والله يا عبد العظيم أنت من أرقى الناس اللي شفتهم وحبيتهم واحترمتهم، ولذلك ما علي أنا في أحد، أنا أشتغل بالتدريج وبالهدوء وبالصمت بالبساطة، والحمد لله. الحمد لله. أنا أظن أن الناس هذولي اللي أحيانا يؤذوا الناس هم ما يشكك في قدراتك كثر ما هو يؤذيك، ولكن أنت الحمد لله رب العالمين تجاوزت كل ذلك. ما أرد عليك بحب، ما أرد عليك. نعم، وأنا أعرف هذا الشيء، يمكن خليني أقول من 30 سنة أو أكثر من يوم عرفتك إلى الآن، وأنت صامد لا تجابه أحد ولا تناوش أحد، أحترم الناس وكذلك تحب الناس، حتى اللي يكرهوني أنا أحبهم. الحمد لله، وهذه رسالة جميلة من رسالة الفن إلى الإنسان بشكل عام. هذه صور لهذه اللوحة، نواف بن فيصل بن فهد جاني في هذه الصورة، يعني في هذه الصورة هذا هو، والوزير وزير الإعلام عبد العزيز عبد الخوجة خوتي. أنا أيوه، وقال لي أبغى أرسم، وأخذ الفرشة وقاعد يرسم هو عبد العزيز، بس اللي كمل اللوحة معي الأخير نواف بن فيصل، فحطيت توقيعه عليه، هذا توقيعه
وكل واحد حط لمسه من لمساته يعني. ايوه هي فكره حلوه جميله، برغم انها يعني سريعه وتلقائيه وعفويه، الا انه تدل على ذوق الناس. يا اخي هذول الناس ربنا اعطاهم الملك لانهم داعمين الحقيقه، يعني ما يجوا في مكان الا ويدعموا ويفرحوا ويشاركوك الفرحه. فالحمد لله يعني هذه البنت من عندكم، من الحسن، هدى الناصر. هدى الناصر، ايوه هذه شو هذه شغلها، صان جميل جدا. ايوه شغلها ومتميزه. أنا سعيد اليوم بلقائك أستاذنا العزيز أستاذ هشام. هذه فوزية بن لادن، أخت بن لادن. نعم المعروف. معروف. نعم هذه برضو لوحات لي قديمة. وهكذا هي رسالة الفن. نعم. ورسالة الفنان هشام بن جابي في محترفه في جدة. نعم.